ان كابتن شاء الله. مختار، لو قدامك امام عاشور دلوقتي هتقول له ايه؟ الله يا امام، عايزين نشوف امام اللي عارفينه، اللي هو عمل سنه هايله جدا جدا من السنه اللي فاتت. اكيد استمراريتك سهله جدا انك ترجع، لان انت عندك كل المقومات اللي تساعدك انك ترجع. صحيح. لكن هي الامر فيك انت، نعم، فيك انت شخصيا يعني. وانا اتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف امام افضل كمان من السنه اللي فاتت. لو قدامك كهربا. كهربا يا كهربا، انت ازاي يا ابني؟ وحشتني، انت نعم، فين؟ احنا محتاجين نشوفك. نعم، اكيد ان انت الامر دوت في ايديك انت. نعم، اكيد. اي لاعب يعني عايز يلعب هو اللي يقدر يوصل نفسه. صحيح. للحته دي اكيد يعني حتى لو انا بقول لك يعني، طبعا اكيد المدرب حريص على صوت الناس. اكيد. انا بقول لك بقى، انت اللي بايديك ان انت تخلي المدرب يبص لك وما يستغناش عنك. مجدي قفشه قدام مختار دلوقتي هتقول له ايه؟ يعني قفشه صراحه يعني لعيب هايل جدا جدا، وهو اللي بيعمل لنا النقلات الهايله جدا في، نعم، في النادي الاهلي، خصوصا في الفترات اللي بينزلها. ما في فتره بينزلها الا لما بيعمل نقله كبيره جدا للفرقه. نعم. وده امر اكيد ان امر في منتهى الايجابيه. نعم. واكيد الايجابيه ديت اكيد هو حاسسها بالنسبه لكل جمهور الكره في مصر، مش في النادي الاهلي بس.